وبعدين انا عايزه اقول لك حاجه دلوقتي، المخرج بيقول لي في الاير بيس، بيكلمني بيقول لي قولي لها تعدل كتف البتاع. هو استني، هو كده الموضه كده يعني؟ اه هو الموضه كده، الموضه كده يعني، ما تعدلوش. ايه رايكم يا شباب؟ تاني مين ده؟ مين اسمه يا عبد باري؟ اسمه ايه؟ الاستاذ رأفت. يا واقع يا استاذ رأفت، بعد البرنامج استاذ رأفت هنستناه بره. استاذ رأفت بيعز الستات قوي. ايناس الوقت انت حطيتي الشنطه الانيقه دي تحت، المره اللي فاتت كانت بتسجل معانا، وبعد البرنامج واحد جه قال لها مدام ايناس عايزه اكلمك، انا معجب بيكي، انا عايزه اكلمك. انا عايز اكلمك ليه؟ قال لي كنت لابسه شنطه وجزمه شيك قوي مدام ايناس. اللي لفت نظره الشنطه والجزمه. احنا مش هنتكلم على المفاجاه الجديده بتاعتك قبل ما نتكلم على المفاجاه ما قبل الجديده، اللي هي فيلمك الجديد اللي في العلب دلوقتي بتستعدي انه يعرض قريبا. اللي هو فيلم كلام إيه؟ الليل. اسمه ايه؟ كلام الليل. لا ما اسموش كده. لا هو اسمه كلام الليل لغايه دلوقتي. هو إيه؟ هو عن قصه، من فضلك يا باشمهندس ماجد. هو عن قصه استاذ جمال الغيطاني اسمها العري. العري، لكن الرقابه لازم يناس يعني ما فيش فايده. بقول لك ايه؟ يعني حتى انت. حتى انت. لا هي القصه بتاعت استاذ جمال الغيطاني انا ماليش دعوه، ده راجل متحفز وراجل فنان، راجل كاتب كبير و... لا استاذ وهو شايف انه العري ده مش عري جسدي، للاسف ان احنا كل كلمه نقولها عري مش عارف ايه يبقى حاجه جسدي، هو قصد عري سياسي ومش عري جسدي. عري السياسي. وانت في الفيلم بتطلعي العري السياسي ما بتطلعيش العري الجسدي؟ بطلع الاثنين، بقول هم عمله واحده. لان القصه بتقول كده، القصه بتقول ان العري الجسدي والعري السياسي وجهان لعمله واحده. العري السياسي والعري الجسدي هم وجهان لعمله واحده. ازاي؟ لا معروف انه في حاجات كتير بس مش هقول لك الفيلم يعني. لا مش هتقولي الفيلم. احكي لك الفيلم. بس هو فيلم سياسي؟ لا طبعا سياسي من الالف للياء يعني. يعني بيصور الفساد في كواليس السياسه. ايوه بالظبط. مما يعتبره الاستاذ جمال الغيطاني العري. العري. طب ليه الرفاضه؟ هي لازم يبقى اسمها الرفاضه. الرفاضه رقبت الفيلم ليه؟ الرقابه يعني رفضت اسم الفيلم وقالت انه نسميه كلام الليل، ولغايه دلوقتي تسميه كلام الليل على فكره مش اسمنا خالص، هو اسم الرقابه. سميه الليله. 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 والله مش بقى اسم فيلم حلو؟ حلو. وارفع عليها قضيه بقى وبتاع. نعمل قصه.